صناعتها مرة ثانية، رغم أنه كلش تعب وكلها يدوي بحت تكون، بس أنه نحاول شوي شوي نطور هذه الأمور ونرجع نعيد صناعتها مرة ثانية، وتعلمنا كل منطقة زيها شلون ننفذه والألوان اللي لازم تكون موجودة على حسب ما تعلمنا من الكبار وحسب ما رحنا من المناطق بعد التحرير. قدرنا ناخذ كم قطعة نحصل عليها، وعلى ضوء القطعة اللي دنشوفها دنرجع نشتغل، فشوي شوي دنطور الأمر ودنزيد العدد القطع، والناس يرغبون شغلنا ويحبون مرة ثانية هاي الأزياء، نرجع نعيد مرة ثانية الأزياء اللي راحت من عندنا. أكيد كل منطقة متميزة فد زي معين وبقطعة مميزة، دائما النقشات تختلف من منطقة لمنطقة، الألوان تختلف من منطقة لمنطقة، بس هي عادة سهل نينوى الزي النسائي يتكون من 3 قطع، جاكيت وصاية ودشداشة، وأكو واحدة من هاي القطع تنلبس عليهم حسب المنطقة حسب العمر والمناسبة. بالنسبة للأزياء الرجالية حسب اللي عايشين بسهل نينوى دائما نشوفهم بصايه وعقال، انما اللي عايشين بدهوك وقريبين من القوش لا يلبسون الزي الاشوري الرجالي اللي هو كله بالايد بحت يكون، فتختلف من منطقه لمنطقه. المواد الأولية هي خاصة البدلة الرجالية نستعمل المرز، كلنا نعرف هذا أنه كله يكون يدوي، طريقة النسج مال القماش تحضير القماش يكون يدوي وشغله كلش صعب، فإحنا نروح نجيب هذا القماش وبعدين نرجع ندخل عليه الشغل اليدوي التطريزات والنقشات اللي نريدها حسب الطلب اللي يكون. الناس اللي يشتغلون هسه هاي الشغل كلش صاروا قليلين عندنا بالعراق، كلش اندثرت، وخاصة هسه من بعد ما صارت أحداث داعش الناس حتى قامت قليل تلبس هاي الهدوم، فنريد نرجع مرة ثانية نحيي هذا الملابس وهذا التراث، لأن ما يريد يندثر، لأن فد شيء كلش راقي وكلش جميل يكون للبس. اكيد احنا نحاول انه نطور هذا الشيء، مبدئيا دا احب انه يكون هاي لها ماركه خاصه تصير، ثاني شيء هاي الشغل القديم كله دا نحول الملابس حديثه، انه نقدر نفوت على الملابس الحديثه على التصاميم حديثه، نفس النقشات نفس الالوان نفس الفيكه مال الملابس القديمه نرجع نطورها شوي شوي حتى لا تندثر، يعني مو شرط الا الواحد يقدر ياخذ القطعه هاي الا ويا الزي الخاص يلبسها، يقدر يلبسها بالايام العاديه مو شرط الا يكون عنده مناسبه. بالنسبه هسه رمضان حضرنا هوايه امور رمضانيه، منها بشوت عبي جباب ربطات، كانت عندنا اغلب يعني الاغلبيه كانت معروضه بالبازار اللي فات قبل فتره وشفنا عليها اقبال حلو من الناس اللي تيجي، الاغلبيه مرسومه يدويا، الاغلبيه مطرزه يدويا، وعندنا هوايه امور بالنسبه لرمضان قدرنا ننجز، حتى من هذا اليشماخ سوينا بوقتها يلكات وعبايات نسائيه رجاليه. عندنا قطع تطلع خارج العراق فلازم نهتم بيها شوي، اللي هنا نقدر نصلحها، يمكن احنا قريبين.